هذا العالم ليس متحضرا كما يعتقد بعض الناس. لم يزل هناك أشخاص يتبعون أكثر الطرق ضلالا وسوادا للسحر، ويكون ذا قوة ظلامية تتدفق في أنحاء الرونتيرا. وشوان فين تعرف هذه الحقيقة منذ أن كانت طفلة متميزة وغنية موجودة في نخبة الديميسيا. حاول والدها إقناعها بالانضمام إلى شرطة الإيفر فيلجنت آيز وهي لا زالت صغيرة وساذجة، ولكنها آمنت بأن عالمها رائع وآمن حتى تلك الليلة عندما جاءت ساحرة شريرة التي كانت مهتمة بوالد فين. واستطاعت تلك الساحرة التغلب على حراس والد فين، ومن ثم عذبت عائلة فين قبل قتلهم، ثم قتلتهم بما فيهم والدها. لكن فين اختبأت حتى ذهاب الساحرة. صرخت فين صرخة ألم وبكاء، ومن ذلك اليوم تولد الحقد والكراهية في قلبها. ذلك الحقد لن ينتهي أبدا. فين استطاعت الاعتناء بنفسها، وذلك بسبب توفر ثروة أبيها، وأخذت بالتدريب على القتال حتى أصبحت امرأة ناضجة. أصبحت بعدها مقاتلة شرسة، لكن حلبة المعركة لم تكن منزلها، فقد أرادت الديميسيا حماة ليحموها. أي شخص حاول اصطياد هؤلاء ضاعوا في الظلام. وبعدها أصبحت فين أول صيادة ليلية، وتعتبر شجاعتها شيء أسطوري. أي شخص يستخدم ويتقن فنون السحر الأسود يرتعد عندما يسمع بأن صيادة الليل تختلس النظر إليه. نظرت شوان فين إلى ليج أوف ليجندز بفخر وتطلع، فقد علمت أن هنالك أبطال أضاعوا أنفسهم في أكثر أنواع السحر ظلمة. حان الوقت للصائدة الليلية لتنفذ عملياتها السرية، ألا وهي تطهير ليج أوف ليجندز